لمزيد من النقاش والمتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، برحب بحضرتك يا فندم معنا إلى هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. بداية وبعد التحية، كيف تابعت هذه الاحتفالية الهامة جدا للمرأة المصرية والأم المثالية 2023 بحضور السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي وحتى السيدة قرنتها انتصار السيسي؟ تفضل. هو بالطبع الرئيس عبد الفتاح دائما ما يحتفل بيوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات. من المعروف أن المرأة المصرية تقدم الكثير للدولة وتقدم الكثير من أجل الأسر المصرية والنهوض بها، وده طبعا محل تقدير واحترام من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودائما الرئيس ما يذكر في كل كلامه وفي كل خطاباته التي يلقيها يشيد بدور المرأة المصرية، يشيد بدور المرأة المصرية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي اللي دمت داخل الدولة. وأيضا في جزء مهم جدا والنهاردة الرئيس تطرق إليه، إن الأم المصرية هي اللي بتربي أبنائها وبتبث فيهم روح التضحية وروح الفداء من أجل الوطن، وبتقدمهم للدولة من خلال القوات المسلحة أو الشرطة المصرية، وبيستشهد ابنها أو يصاب. ولكن الأم المصرية بالطبع تعلم جيدا معنى التضحية والفداء، وتعلم جيدا معنى الوطن والحفاظ على الوطن والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن. زي ما قال سيادة الرئيس أيضا، وكلنا شاهدنا ده في ثورة 30 يونيو العظيمة، كانت المرأة المصرية بتتقدم الصفوف وتقف أمام من يحاولوا تغيير الهوية المصرية وحاولوا أن هم يحدثوا انشقاق داخل الدولة المصرية. فقدرت المرأة وكانت تقف في صفوف أمامية لمواجهة هذا التيار الغاشم. طبعا احتفال الرئيس اليوم والقرارات التي قررها وتقدير من الدولة أو القرارات التي أقرها، هو تقدير من الرئيس ومن الدولة المصرية للمرأة المصرية وتقديم كل الدعم لها. احنا شفنا خلال السنوات الماضية محاولات أو قرارات بتمكين المرأة في العديد من الوظائف، شفنا عدد كبير من الوزارات يتولى رئاستها سيدات وأثبتوا كفاءة كبيرة جدا خلال عملهم. شفنا أيضا لأول مرة أن المرأة المصرية تعتلي منصة القضاء، شفنا المرأة المصرية في العديد من مؤسسات الدولة تعمل بجد واجتهاد، ما فيش أي فرق بينها وبين الرجل في العمل داخل هذه المؤسسات. إذن المرأة المصرية تمتلك قدرات كبيرة، تمتلك إمكانيات كثيرة. لهذا السبب الرئيس النهاردة في قراراته التي أقرها واتخذها كلها بتضيف للمرأة المصرية من خلال التدريب، من خلال التأهيل، من خلال توفير أيضا الاهتمام بمواهب المرأة من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتأكيدا لكلام حضرتك أستاذ جميل، يمكن أصبح هذا الأمر ملحوظ بشكل كبير جدا، الاهتمام الكبير اللي بيوليه السيد الرئيس خلال الثمان سنوات الماضية في تحسين أحوال المرأة المصرية بشكل كبير، وحتى عانت هي صعوبات وتحديات خلال العهود السابقة. ده كان واضح جدا من خلال العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الثمان سنوات اللي فاتوا يعني حل مشكلات أي مرأة مصرية، وحتى إعلان عام 2017 عام للمرأة المصرية، وحتى الدفع من خلال عدد من القرارات للمرأة يعني تتولى أعلى وأرفع المناصب. خلينا نتكلم هنا، دي نقطة مهمة جدا، أن السيد الرئيس والقيادة السياسية في مصر تراهن على دور المرأة وتفعيل دور المرأة. إلى أي مدى أثبتت المرأة المصرية استحقاقها بشكل كبير لإثبات ذاتها وكمان قدرتها على التحمل وتحقيق ذاتها من ناحية، وحتى رفعة الوطن المصري من ناحية تانية؟ أنا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، وزي ما بنتكلم وزي ما احنا شايفين على أرض الواقع، زي ما بقول لحضرتك إن المرأة المصرية قدرت إن هي تواجه يعني تتخذ الصفوف الأمامية لمواجهة تيار حاول تغيير الهوية المصرية. المرأة المصرية هي التي تحافظ على الأسرة، ومحافظتها على الأسرة دي تعني محافظتها على المجتمع ككل، يعني ما بتحافظش على أسرتها فقط لكن على المجتمع ككل. لهذا السبب كل المواقع التي تولت
رئاستها سيدة مصرية أثبتت كفاءة كبيرة، وإحنا شفنا عدد كبير من الوزارات تولت سيدات فيها وقدروا أن هم بالفعل يحققوا نتائج مبهرة خلال فترة توليهم الوزارة، وأيضا العديد من المناصب الأخرى. المرأة المصرية تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة جدا وقادرة على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الدقة. لهذا السبب توفير مساحة كبيرة للمرأة المصرية أنها تحصل على مكتسباتها وتحصل على حقوقها، كل ده بيضيف للمجتمع وبيضيف للتقدم داخل الدولة نفسها. شفنا عدد كبير من النائبات داخل مجلس النواب ودورهم، وأيضا في مجلس الشيوخ وفي جميع المؤسسات الدولة قدرت المرأة أنها تساهم بشكل كبير في تقدم الدولة المصرية. وأيضا في العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس لرفع المعاناة عن المرأة المصرية، والنهاردة سيادة الرئيس أمر بالإفراج عن الغارمات والغارمين. الغارمات للأسف الشديد السيدة المصرية بتسعى أنها تفعل كل شيء من أجل أنها تقدم لأسرتها الكثير، فللأسف الشديد بتضطر أنها توقع على مثلا وصولات من أجل تجهيز أبنائها للزواج وخلافه. كل ده طبعا بيأثر عليها وبتضطر انها تدخل المؤسسة. لذلك تعمل الدولة المصرية على اتخاذ عدد من القرارات طبعا لتمكين المرأة وتفعيل دورها. ويمكن السيد الرئيس بعد اول خطاب لي بعد فوزه في الانتخابات يعني تحدث عن نقطة مهمة جدا، وانه سيتم العمل بشكل جاد بغرض يعني تفعيل دور المرأة المصرية في الحياة السياسية. هنا السؤال أستاذ جميل، إلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الأمر هو دافع بشكل كبير جدا للاستمرار من خلال طبعا المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين؟ هو زي ما بقول لحضرتك، المرأة المصرية تمتلك القدرات، ولهذا السبب كل الفرص التي تقدم لها المرأة المصرية بتسعى انها تثبت وجودها وتثبت قدراتها من اجل انها تصل الى اعلى المستويات وانها تتولى اعلى المناصب وبتقدر بكفاءه عاليه انها تصل اليها. كان في مناصب عديده داخل الدوله المصريه ما كناش بنشوف فيها سيده بتعمل فيها، زي منصب القضاء، زي الوزارات كان العدد قليل، كان العدد قليل اصلا ايضا في المجالس النيابيه. مستشار للأمن القومي أيضا. بالضبط، مستشار للأمن القومي سيدة. إذن كل الفترة اللي فاتت منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وقتنا هذا وعملية وإجراءات العمل على تمكين المرأة، قدرت المرأة زي ما بقول أنها تثبت كفاءتها وتثبت وجودها بشكل كبير جدا، وتسعى أيضا في إطار التمكين وفي إطار القدرات التي تمتلكها وفي إطار المبادرات والقرارات اللي بتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة. المرأة أمامها الكثير لتقديمه في كافة المجالات. طب وتأكيدا كمان لكلام حضرتك، يمكن دستور 2014 كان في حوالي 20 مادة دستورية هي لضمان حقوق المرأة، وحتى مصر تعد هي الدولة الأولى التي أعادت الاستراتيجية طبعا لتمكين المرأة المصرية 2030. إلى أي مدى من الممكن أن ينعكس هذا بالشكل المثمر والإيجابي على الداخل المصري أيضا؟ هو بيعود بشكل إيجابي على الداخل المصري، لأن المرأة في الوقت الحالي بتطور نفسها بشكل سريع جدا وبتطور نفسها بشكل مستمر. وأيضا على الجانب الآخر، المبادرات اللي بتقدمها الدولة المصرية لتطوير حتى مهارات المرأة المصرية في المناطق الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة وخلافه، كل ده بتسعى من أجل تنمية المهارات عند المرأة. في المرأة تمتلك مهارات، يعني احنا في الريف المصري عارفين ان في أشغال يدوية بتنفذها المرأة، ممكن يكون عندها مواهب مش قادرة ان هي تنفذها، ولكن اهتمام المبادرات دي ان هي تخرج المواهب اللي متواجدة عند المرأة، وأيضا العمل على إنشاء مشروعات لها في هذا الإطار. إذن في مراحل عديدة للمرأة المصرية للعمل فيها،
واثبات وجودها وكل ده بيعود بالنفع على الدوله وبيعود بالنفع على المجتمع وعلى المراه نفسها. ما شفنا متفوقات رياض كثيره جدا في مجال الرياضه والحصول على ميداليات دوليه عندما تمكنت المراه من قدراتها وامكانياتها وتوفير الامكانيات اللازمه لها، قدرت ان هي تشرف الدوله المصريه في الخارج في العديد من البطولات الدوليه في مجال الرياضه، في العديد من المجالات الاخرى ايضا هناك نوابغ مصريات في هذا المجال. اذا مع وجود الامكانيات، مع وجود القدرات للسيده المصريه، مع وجود الفرصه لها الحقيقيه، ستثبت وجودها اكثر واكثر وسيعود بالنفع ده كل ده على المجتمع المصري بالتاكيد. ذكر أيضا السيد الرئيس اليوم خلال هذه الاحتفالية بأن هدف الدولة المصرية في هذا الوقت الحالي هو حماية الأسرة وحتى الأبناء، وسيتم في الفترة القادمة يعني عمل نقاش مجتمعي لخروج الأمر بالشكل المتوازي. إلى أي مدى ستجني مصر ثمار هذا الأمر في الفترة القادمة، وسيقلل أيضا من ناحية أخرى من نسب الطلاق التي تحدث عنها السيد الرئيس اليوم؟ هو بالطبع قانون الأسرة الجديد والذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، واليوم أيضا تم توضيح هذا القانون أو أجزاء من هذا القانون، كل ده وطرحه للمناقشة المجتمعية أو الحوار المجتمعي، كل ده الهدف منه استقرار الأسرة المصرية، تقليل نسبة الطلاق داخل الدولة، العمل على أيضا حماية الأطفال وحماية المرأة وحماية المجتمع ككل من خلال هذا القانون. أعتقد أن القانون عندما يطرح للنقاش وعندما يتم إقراره سيكون بمثابة إضافة جديدة للأسرة المصرية وإضافة جديدة للدولة في ظل الإجراءات التي بتتخذها من أجل تحسين معيشة المواطنين ومن أجل الحماية المجتمعية أصلا. طيب، من ضمن هذه القرارات التي تحدث عنها السيد الرئيس أيضا أستاذ جميل اليوم هو التوسع في البرامج التدريبية، التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية وحتى البرامج التنموية، تحدث عن حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في قانون العمل. كيف تابعت هذه القرارات وما هي الرسائل التي من الممكن أن نخرج بها اليوم؟ هي رسائل مهمة جدا، رسائل زي ما بنتكلم وبنقول ان في دعم كبير للمرأة المصرية، الاهتمام بعمليات التدريب كمان في المجالات الجديدة اللي بيتطلبها سوق العمل في مجالات التكنولوجيا في مجالات الرقمنة، التدريب عليها ده شيء مهم جدا ومفيد للمرأة ومفيد للمجتمع، العمل على زيادة مجالات الإقراض للمرأة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمرأة المصرية وأنها تبدأ في العمل هذه المشروعات، طبعا بيضيف للمرأة المصرية محاولة أن الدولة زي ما بقول لحضرتك المرأة تمتلك العديد من القدرات، تمتلك العديد من المواهب، في حالة وجود مساحة لأنها تعمل، في حالة وجود أنها مساحة و مسندة من الدولة أنها تقدر تخرج هذه المواهب، المرأة بتثبت يوما بعد يوم أنها تمتلك قدرات، تمتلك المؤهلات، تمتلك أيضا قدرات قيادية أنها تقود العمل بشكل قوي وبشكل مثمر أيضا. أستاذة جميل، يمكن أخيرا يعني كل هذا الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا الوقت ومشاركتها في العديد من القطاعات سواء حتى على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثقافي والصحي، والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل القيادة الأساسية في مصر لتمكين المرأة وحل مشاكل المرأة، تولي المرأة المصرية لأرفع المناصب والعديد من الأمور، هذا إن دل على شيء بيدل على تقدير السيد الرئيس والقيادة الأساسية والدولة المصرية على دور المرأة المصرية. يعني كيف تقيم تقدير المرأة للدور الذي تبذله الدولة المصرية لتمكين المرأة في هذا الوقت؟ أنا شايف دلوقتي أن في تقدير كبير من المرأة للقرارات اللي بتتخذها الدولة المصرية من أجل إعادة تمكينها بشكل كبير في الوقت الحالي. هذا التقدير ظاهر جدا عندما تتولى المنصب المرأة منصب، فهي أيضا بتفتح المجال أمام العديد من السيدات أو أن هم يسعوا إلى بذل الجهد من أجل أن هم يصلوا إلى مناصب عديدة. كان قبل كده للأسف سنوات طويلة كان في حالة إحباط عند السيدات المصريات أن هم لا يتولوا مناصب، لا يتولوا نوع من التهميش
نوع من التهميش، لكن في الوقت الحالي ظهرت المبادرات والقرارات الرئاسية اللي بتؤكد أن السيدة قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب، قادرة على أنها تعمل أو تبدأ في إنشاء مشروعات صغيرة، قادرة على تنفيذ كل ما يطلب منها بشكل جيد. إذن المرأة في الوقت الحالي تقدر هذا وبتسعى بشكل كبير إلى إثبات ذاتها وإثبات وجودها داخل المجتمع المصري. طيب أخيرا أستاذ جميل، كان هناك عدد من يعني النماذج المشرفة للمرأة المصرية، وكان هناك صورة تذكارية مع السيد الرئيس أو من خلال السيد الرئيس وقناة السيد أنصار السيسي مع هذه النماذج المشرفة، ما الذي من الممكن أن نستلهمه اليوم من خلال هذه الاحتفالية وهذه النماذج المشرفة أيضا؟ النماذج المشرفة هي نماذج بتكون لكل سيدات الدولة المصرية أنها تعمل على الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على المجتمع، الحفاظ أيضا على الدولة وهوية الدولة وحماية الدولة من أي محاولات تغيير أو تهميش للعقل المصري، زيادة الوعي عند الأسرة. يعني المرأة أيضا المصرية تمتلك قدرات أنها المدرسة الأولى للطفل داخل المنزل، يعني هي اللي بتؤصل فيه وتضع فيه عقلي ووجداني حبه للوطن، ان هو يبقى عنده الوعي السليم، انه يبتعد عن الافكار الخاطئه، يبتعد عن كل ما هو مضر حتى للشباب ومؤثر على قدراتهم، تنمي فيهم المواهب، تنمي فيهم المهارات. المرأة المصرية هي التي تضع اللبنة الأولى للوطنية، تضع اللبنة الأولى لحب الوطن في أبنائها، وهي عامل مؤثر جدا داخل الدولة. لذلك راهن دائما السيد الرئيس على يعني دور المرأة المصرية وتفعيل دور المرأة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.